حينما نذكر قلب يسوع فإننا نذكر محبته، فالقلب هو مركز المحبة، وهذه المحبة تصف له عظمة الحب الإلهي للجنس البشري. إن هذا الحب هو الذي جعل يسوع الأقنوم الثاني من الثالث الأقدس، أن تجسد من العذراء مريم وأصبح واحدا منا وولد من أجلنا ليرسم لنا طريق الله، وهو الطريق والحق والحياة. ولد في مغارة بيت لحم ليعلمنا عظمة التواضع وغنى الفقر وبساطة الحياة التي تقود إلى السماء. وقبل موته وقيامته رسم لنا سر الإفخارستي المقدس ليغذينا من جسده ودمه، وحبه جعله يرسل لنا المعزي ليكون معنا في هذه الحياة الفانية لنواصل رسالة المحبة التي زرعها في قلوب عباده. نعم، هكذا أحب يسوع البشر، أحبهم محبة لا توصف. ومتى الإنجيلي يقول: ما من حب أعظم من هذا، أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. فقد أحب والديه مريم ويوسف وخضع لهما في الناصرة، سار في طريق الجليل وأورشليم معلنا ملكوت الله، فشفى المرضى وأقام الموتى وطهر البرص وفتح عيون العميان، فكان السامري الصالح وكان الأب الرحيم، وأشفق على الجموع وبارك الأطفال وغفر خطايا المجدلية وقبل زكى والعشار وسقى السامرية ماء الحياة وعلم الشعب بأمثال كثيرة. ومحبته هذه جعلته يختار أضعف الناس وأبسطهم ليكونوا له رسلا يعلنون البشارة الإنجيلية في أقاصي المسكونة لكي يخلص جميع الناس على يده. فكم هو حري بنا ونحن في هذا الشهر المقدس أن ندرك عظمة المحبة التي أحبنا بها الله، ونواصل رسالة المحبة عبر البشر الذين نعيش معهم. القلب هو رمز الحب لدى جميع الشعوب، وفيه تختلج فعلا مشاعر النفس، والقلب هو ما يتمسك به الإنسان أكثر من أي شيء آخر. ويسوع يقدم لنا قلبه عندما يكلمنا عن حبه، فالقلب هو مركز عمل محبته. هكذا هي القديسة فيرونيكا جولياني، راهبة من بنات القديس فرانسيس الأسيزي، فقد طعن قلبها كما طعن قلب يسوع على الصليب. قالت: نزلت ليلة الميلاد سنة 1696 إلى المغارة، ورأيت فجأة الطفل يسوع بذاته متألقا ولم يعد شخصا. طرت فرحا فأخذته وضممته إلى صدري واستحلفته بأن يأخذ قلبي، فانخطفت بالروح. وأمسك يسوع عصا من ذهب كان رأسها لهيبا وذيلها حربة من حديد، ووضع اللهيب على قلبه والحربة على قلبي، وبلحظة سريعة اخترق قلبي من جهة إلى أخرى. ولما عدت إلى ذاتي شعرت بألم حاد في القلب، فوضعت قطعة قماش على الموضع وسحبتها، فإذا هي مصبوغة بالدم. ومن حينها كرست للقلب إلهي ذاتها، إذ قالت: إن الذين يحبون ليس لهم ملجأ سوى قلب يسوع، وهو الذي قال: تعالوا إلى هذا القلب، تعالوا إلى ينبع المحبة. ومن يومها أخذت تعلن وتعمم عبادة قلب يسوع الأقدس، لأنها كانت ترى أن نفوسا كثيرة ترتاح في هذا القلب الإلهي. فلنبادر نحن أيضا في بدء شهر تكريم قلب يسوع أن نذيع حبه للبشر، وأن نرى حقيقية إلا في قلبه الإلهي. إكرام: لا تنسى أن تزرع بذار المحبة والوئام أينما تكون، فلا شيء أعظم من أن تكون رجل محبة، فالله قال لنا إنه محبة. نافذة: إني وجدت قلب خليلي اللطيف يسوع المحبوب. يسوع
خيالك وفي جلالك لك تبارك أن الملائك حاروا بحالك وفي جلالك لك تبارك يا سعد روحي كله صلوحي أسيل جروحي مبري القروحي يا سعد روحي كله صلوحي أسيل جروحي مبري القروحي أنت الكريم أنت الرحيم طب يا روح يشفى السقيم أنت الكريم أنت الرحيم طب يروم يشفى السقيم شبري عزيزي وخيي شبروخ ميوسري عقلي وهم لبي شبري عزيزي وخيي شبروخ ميوسري عقلي وهم لبي كل ما كم عجبي بشوبروخ ليلي ويوم مسبحي تشموخ كل ما لخي كم عجبي بشوبروخ ليلي ويوم مسبحي تشموخ يا طوث أنوثيني خوثي وحبي باسم لي جرح دياني وبغري يا طوث أنوثيني خوثي وحبي باسم لي جرح دياني وبغري نابو أشبيخة طوث ورحمة حكيمة اسمت كل كريمة نابو أشبيخة وطاووثة ورحمة حكيمة طوال بسمت كل كريمة